السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قالت بعض العاملات الموريتانيات سابقا في المملكة العربية السعودية إن الكفيل السعودي لا يلتزم بمقتضيات عقود العمل التي وقع عليها في نواكشوط. وطالبت العاملات خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، طالبن الحكومة الموريتانية بالالتفات إلى قضيتهن، متهمات المسؤولين عن مكاتب الاتعاذ في نواكشوط بأنهم يتمالؤون ضد مصالح العاملات. تتواصل بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال مؤتمر يجمع قادة الجيوش الجوية في 20 دولة إفريقية وقادة في سلاح الجو الأمريكي بأفريقيا وأوروبا. ويدوم المؤتمر 4 أيام، حيث يناقش التحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية ودور السلاح الجوي في مواجهتها. قالت مبادرة بعث الحركة الانعتاقية إيرا إن رئيسها بيرام للداه العبيد تعرض لاعتداء لفظي وتهديد باعتداء جسدي من طرف عضو بمنظمة غير حكومية وصفتها إيرا بالزائفة. وأضافت المبادرة في بيان صادر عنها أن عضو المبادرة يعمل لصالح وزارة العدل ويسعى إلى تشويه صورة ناشطي إيرا وفق تعبير البيان. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى حول التكيف مع التغيرات المناخية بموريتانيا، شارك فيه خبراء في مجال المناخ والبيئة. الملتقى يدخل في إطار البرنامج الإقليمي للمساعدة الفنية الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بغرب أفريقيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله.